اسود بوق وانبسط وانبسط اولادي وبسط العالم كله. اكيد انه تطلعوا هالجمهور وشوفوا قد ايه الناس بتحب البسط والضحك، مش انه بحب الله يبعد هالغمه عن لبنان. حلوه كثير، اجواءنا حلوه وبنحب الكيف والبسط بوجودكم كمان. اهلا وسهلا بالمستقبل بالفطير. احلى شيء بالمهرجان الغنيه اللي غنوها للجيش اللبناني وكوان. تسلمي عسكر لبنان. كثير مبسوط هون وعشان في سعد رمضان وهيك. اليوم الجو اكثر من رائع والناس كثير، عدد كثير كثير كبير. كنت متوقع هالشيء لانه بعرف محبة ضيعتي لإلي، فان شاء الله يا رب يطلع مهرجان حلو وننبسط، وان شاء الله يا رب برجع على طول الدل هيك. مهرجان برجا أضاء سما إقليم الخروب، مش بس مهرجان فني بل ثقافي أدبي وتراثي بيضوي على كل إنتاجات أهل برجا والمناطق المحيطة، فتضمن معارض للرسم والتصوير ومعرض للفنون والحرف. وختام اليوم الأول من المهرجان كان مع الفنان سعد رمضان. الطابع الكروي وهالمحبه والالفه بعدها موجوده، وهالمهرجان هيدا هو فرصه عن جد ان نعزز هالموضوع هيدا، نقول للاهل نحن اهل، نحن مجتمع واحد، في النا ثقافه، في النا تراث، مش لازم ننساه مع هالتطور هيدا اللي صاير. يعني التراث لازم كل سنه انه تعملوه مشان العالم ان تجتمع مع بعض. شردوا الخيل بهاك الليل وما رجعوا غير صبيات، رجعوا على العربيات، عربية من العربيات، من بيت شتي لبيت ستي ويضل بيت ساعات. رائعة جدا، كنا كثير مرتاحين مع ماريا عزار ومع شادي عيدموني. الأوركسترا أدت أداء استثنائي برأيي أنا، أجواء رائعة، عدد رائع، يعني تفاعلوا معنا كثير، كنا مبسوطين نحن عم نقدم على المسرح. اسم الله ببرجع على طول هيك جمهور، هاتين مرة وجمهور عم يكون كثير كبير. برجع متعطش كثير 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 للفرح. برجع منبع المواهب، منبع الفن، منبع الإبداع. يا بيت البرجا وامر حلقات تقلي عن الجاي روح اكبر قلبي الديار مظلومه وحلمي اسمع المجهوله امي عم تشبل تبتولي تحرق السقف وتقلي وتبسح وتعالي تبسح يا لوين. ليلة برجوية مميزة اجتمع فيها أهالي المنطقة والجوار ليأكدوا على جو الألفة والمحبة اللي جمعهم، وكانوا بانتظار المزيد باليوم الثاني مع الفنان صبح توفيق. كل شيء حلو وكل شيء تراث عظيم عظيم حلو، نتمنى يختموها بإم كلثوم آخر شيء. كثير مهرجان حلو كثير، والله يهنيني ويوفقين، وشي حلو كثير. كثير حلو المهرجان ببرجة، يعني جمعة حلوة وبيلتقوا بالحبايب الواحد وكل شيء حلو، وتحت كمان عندك تراس وتحف ومعمل فخار. وهلا اذا بعد بنعمل مهرجان كمان الناس بتحضر، اهل برجة بتحب الفرح بتحب البسط، ونحن ما فينا نكون الا بهذا الجو. بروجرام كثير حلو، ونشكر بلدية برجة انه هي عم تهتم فينا وعم تنشر الفرح والسعادة بقلوب كل برجاوي ببرجة.
معك موال.